اللجنة المنظمة لفعاليات المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية تنظم ندوة بعنوان الأمن والاستقرار، قدمها بعض المشاركين في أعمال المهرجان بحضور وزير الثقافة الشباب والرياضة والتنمية السياحية. ميدان الفروسية بالعاصمة إنجمينا يشهد سباق الجائزة الكبرى للسباق الذي شاركت فيه مختلف أنواع الخيول، وقد تم تنظيم ذلك من قبل جمعية سباق الخيول فيجو. الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية الشادية، وأبدأها بهذه البرقية، برقية ثانية من فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو إلى نظيره الغني نانا أوكوفو أدو. هذا نصها: سيد الرئيس أخي الغالي، أتقدم باسم الشعب الشادي وحكومتي وباسمي شخصيا بأحرى تهانينا الخالصة لسيادتكم بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلدكم الذي يصادف 6 مارس عام 2018. كما أنتهز هذه السانحة لأؤكد لكم جاهزيتنا لتطوير ودعم علاقة الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا. إدريس دي بيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة. ضمن برامج فعاليات أعمال المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية بمدينة أمجرس، قدمت اليوم ندوة بعنوان الأمن والتنمية من قبل بعض المشاركين، كان ذلك بحضور وزير الثقافة الشباب والرياضة والتنمية السياحية جبير يونس. تقرير أحمد. المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية الذي انطلقت أعماله منذ 3 من الشهر الجاري بمدينة أمجرس ما زال يتابع نشاطه، حيث تعج المدينة بزوارها وتشهد شوارعها وصالاتها حركة غير عادية. وهذه الندوة تدخل ضمن فعاليات المهرجان، ندوة جاءت تحت شعار الأمن السلام والتنمية، محاور تعتبر أساسية في كل مجتمع، إذا ما توفرت ستصبح المنطقة وجهة يقصدها الجميع. تقدم وزير الثقافة الشباب والريادة والتنمية السياحية جبير يونس ليعطي الموضوع أهمية وأسباب اختياره، مما دفع المتداخلين 4 للحديث كل على حدة. الوزير محمد حامد كوا أخذ الجانب المهم من الموضوع وأبرز ما تقدمه الجوانب المختلفة المؤدية إلى التنمية. والمتداخل الثاني عمدة مدينة سانتيتيان الفرنسية تحدث عن ضرورة الأمن في أفريقيا بصفة عامة وأثرها في فرنسا، وأشار إلى ضرورة الحكم الديمقراطي الرشيد من أجل السلام في القارة. أما المتداخل الرابع وهو نائب برلماني لإحدى الأقاليم بدولة النيجر، فقد ركز في حديثه عن خبرة بلاده حول مسألة التعايش السلمي وضرورة تطبيق ذلك على الدول الصحراوية بحكم تقارب وتشابه الطبيعة والشعوب. أما المتداخل الأخير فقد ركز على ضرورة الاستفادة من الثروات التي تزخر بها أفريقيا واستغلالها بالطرق المثلى لتصبح عامل في الاستقرار والأمن والسلام، وأن هناك تحديد مباشر للأمن والسلام فلا بد من التصدي له، وهو التغير المناخي. وقد تم عرض صور فيديو أثناء التقديم مما أعطى طعم خاص لحديثهم. الندوة تستمر لمدة 2 يومين، تتخللها مواضيع عديدة ونقاش مع الحضور للخروج بنتائج وتوصيات تقدم للجهات المعنية موقع القرار في هذا العالم الذي يسعى إلى استقرار بلدانه للشروع في التقدم. وفي نفس الإطار، حيث سلط الزميل آدم حسن المكاوي الضوء على القرية السياحية التي احتضنت بداخلها المشاركين جانب المعرض الذي احتوى على ثقافات مناطق البلاد المختلفة. نتابع. تقارب الثقافة الصحراوية هو ما تكفلت به القرية السياحية التي هي بمثابة القلب النابض للمهرجان الدولي للثقافات الصحراوية الدورة 4 بأمجرس. عيش الحياة الصحراوية كما هي تجسدت لضيوف ومشاركي دول المغرب العربي والنيجر الذين استبصروا التشابه الكبير للثقافات الصحراوية التشادية والعربية
في منزلهم السياحي وفضائهم الثقافي الجامع لألوان وأطياف كنوز وتراث تشاد. تشاد أول زيارتنا هذه للدولة تشاد شيء اللي يعني استغربنا فيه، فيه موروث ثقافي كبير جدا 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 في تشاد، يعني فرق فولكلورية، مهاريست، يعني في أشياء كبيرة جدا جدا، يعني من الممكن أنها تكون في العالمية، يعني موروث ثقافي كبير جدا في تشاد. من الملاحظ حتى في اللوحات الفولكلورية التشادية هناك تقارب في الرقصات، هناك تقارب حتى في الصوت وفي الرنة التي يطلقونها الساكنة تشاد. ومثار انتباهي هي الزغاريد. الزغاريد هي مشتركة بين الشعوب المتواجدة في شمال إفريقيا. زغردة مغربية وأخرى تشادية لا يختلفان، فدائما مدعاتهم الاحتفال. هذا وجه واحد من التشبيه بين ثقافتين. وعلى النقيض من ذلك، احتضنت أيضا القرية السياحية زوار ومشاركين جذبهم حب عيش التجربة الصحراوية وترويجها عبر عدستهم الصغيرة إلى العالم أجمع بأجمل تعبير وأفضل صورة. نتقدم بالشكر الكامل للشعب التشادي شعبا وحكومة على هذا التنظيم المحكم وعلى هذا الحفل الكريم، الحفل الكبير، ونشكرهم بكل الشكر والتقدير. أشكر كل الساهرين على هذا المهرجان من نقطة الصفر إلى نهايته، ونتمنى أن نكون دائما حاضرين في هذا المهرجان الدولي للثقافة الصحراوية بأمجراس بتشاد، ليأتي بعد ذلك مجمل القول بأن الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للثقافة الصحراوية بسطت التبادل الثقافي والتعرف الحضاري للثقافات التشادية التي مكنونها الصحراء هنا في إنيدي الشرق. وفي سياق منفصل، نظمت عصر أمس بلدية الدائرة الخامسة مؤتمر نقاش حول المادتين 13 و25 من قانون الأمم المتحدة الصادر في العام 2000 والقاضي بضمان حرية المرأة وتفعيل دورها في بناء السلام. كان ذلك بحضور النائبة الثانية لعمدة بلدية الدائرة الخامسة فاطمة أحمد وعدد كبير من نساء الدائرة. تقرير محمد السلاك وقراءة عرجون محمد أحمد. يدخل هذا المؤتمر النقاشي الذي نظمته بلدية الدائرة الخامسة في إطار أنشطة الأسبوع الوطني للمرأة التشادية دورة عام 2018، والذي تبدأ فعالياته في الأول وحتى السابع من مارس من كل عام. في كلمتها الافتتاحية لأعمال هذا المؤتمر النقاشي أوضحت النائبة الثانية لعمدة بلدية الدائرة الخامسة فاطمة أحمد بأن هذا المؤتمر يفتح للمشاركات فيه فرص التعرف على المادتين 13-25 من قانون الأمم المتحدة الصادر عام 2000 اللتان تنصان على ضمان حقوق وحرية المرأة والمساواة بينها وبين الرجل في مختلف المجالات، داعية نساء البلدية إلى الخروج بكثرة والمشاركة في جميع الأنشطة التي تنظم في سياق هذا الأسبوع. المؤتمر الذي أحيته مينغا نور فرانسيس تطرقت فيه بالتفصيل حول المادتين 13-25 اللتان اعتمدهما مجلس الأمن في 31 من أكتوبر من العام 2000، كما شرحت للمشاركات سبل وتطرق تمكينهن عن طريق اقتياد المرأة في المدارس وتفعيل دورها في بناء السلام ووضعها في أماكن اتخاذ القرارات. هذا وقد تداخل المشاركات في هذا المؤتمر النقاشي بأسئلة حول المادتين ودور أهمية المرأة ومكانتها في المجتمع، وردد عليها المؤتمر مينغا نور فرانسيان. أطلقت مساء أمس مجموعة من جمعيات المجتمع المدني حملة توعوية بعنوان عيد المرأة بوجه جديد وتحت شعار حب الوطن ليس له ثمن. حضر المناسبة نائب عمدة الدائرة الثانية وعدد كبير من المدعوين محمد حسن أدم.
ضمن فعاليات الاحتفال بالأسبوع الوطني للمرأة التشادية دورة العام 2018، فقد أطلقت 5 من جمعيات المجتمع المدني حملة توعوية بعنوان عيد المرأة بوجه جديد وتحت شعار حب الوطن ليس له ثمن، حيث تخللت المناسبة عدة مداخلات، منها كلمة منسق المجموعة عبد الحليم محمد زكريا مهاجر الذي تناول الهدف من إطلاق هذه الحملة والمتمثلة في حث الشباب على الحفاظ على مكتسبات الدولة ونشر ثقافة السلام والوحدة الوطنية والتماسك والترابط في النسيج الاجتماعي. كما تحدثت نائبة المنسق عن أهمية مشاركة الشباب في غرس روح الوطنية في نفوس المواطنين. هناك تحديات كثيرة تنتظرنا ومواجهتها لا تكون إلا بالتعليم والأمل الجاد وبالوحدة الوطنية. فالتشاد هي للتشاديين وطن واحد، شعب واحد، هدف واحد، هو البناء طوبة طوبة وواثق الخطوة يمشي نحو التنمية الشاملة. النائب الأول لعمدة بلدية الدائرة الخامسة جمعة عبد الرحيم أشاد بهذه البادرة مؤكدا بأن مثل هذه الأنشطة توافق مع سياسة السلطات العليا في البلاد، وعليه طلب من ممثلي الجمعيات المضي قدما لمواصلة نفس النمط من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. أيضا ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للمرأة التشادية نظم النساء العاملات بفندق نوفوتيل مؤتمر النقاش تحت عنوان كيفية إعداد المرأة. ابتسام موسى وقرأة عائشة أحمد دكي. تزامنا مع احتفالات الأسبوع الوطني للمرأة التشادية الذي يحتفل به سنويا في كافة الأراضي الوطنية، فقد نظمنا النساء العاملات بفندق نوفوتيل التشادية مؤتمرا للنقاش حول كيفية حماية المرأة وإعدادها في المجالات القيادية وجعلها قادرة على تحمل المسؤوليات سواء كانت إدارية أو مهنية. وبهذا الخصوص فقد قدم المعتمر أرماجي مداخلة عن دور المرأة القيادية وواصفا بأن المرأة تلعب دورا محوريا ولها مشاركات فعالة في كافة مناحي الحياة، وتعتبر المرأة نصف المجتمع والباني للأجيال، فهي قائدة فاعلة أيا كان موقعها من العمل أو الحياة الخاصة. وقد تخلل المعتمر أسئلة واستفسارات جلها تنصب حول كيفية إعداد المرأة القيادية، وقد رد عليها المقدم بوضوح تام. قدم يوم أمس أمين العلاقات الخارجية للتجمع أبناء تشاد للجمعية المدنية من أجل البناء والتنمية أبكر محمد أبكر بيانا صحفيا بخصوص اللقاء الذي جمع بين رئيس الجمهورية والنقابات العمالية، حيث أشاد التجمع بهذه الخطوة الإيجابية لحلحلة القضايا الاجتماعية، طالبا من الجميع الرجوع إلى طاولة الحوار من أجل المصلحة العامة في جميع قطاعات الدولة. ترأس محافظ مقاطعة دوجي بإقليم لوغون الغربي الانطلاقة الرسمية لحملة استئصال شلل الأطفال. المناسبة جرت بحضور المندوب الصحي بالإقليم بجانب المسؤولين الإداريين والشيوخ التقليديين. آدم محمد شرف الدين. الدورة الأولى لتطعيم مرض شلل الأطفال بإقليم لوغون الغربي انطلقت فعاليتها بكانتو غوغوجا إحدى المدن لإقليم لوغون الغربي، وبهذا قدم رئيس كانتو غوغوجا كلمة شكر خلالها المسؤولين على اختيارهم هذه المدينة وثمن جهود الحكومة الرامية من تقليل وحدة مرض شلل الأطفال من كافة الأراضي الوطنية. من جانبهما المندوب الإقليمي للصحة ومحافظ مقاطعة الدوجي أشار إلى أن مرض شلل الأطفال تعتبر من الأمراض الفتاكة التي تشل بحياتهم، ولكن بفضل سياسة رئيس الجمهورية إدريس ديبي نو وجهود الحكومة يسعون دائما للوقاية من هذا المرض الفتاكة، علما بأن المناسبة شهدت تطعيم بعض الأطفال من قبل بعض من المسؤولين والإداريين بالمنطقة. شهدت مدينة بول حاضرة البحيرة أعمال المؤتمر الذي نظمه مشروع صوت السلام الأمريكي حول فض النزاعات القائمة بين المزارعين والرعاة. مناسبة افتتاح أعمال المؤتمر ترأس نائب عمدة مدينة بول وقد جرت بالمركز الثقافي للمدينة الحسين النور.
أصبح يعاني الفلاحون بمدينة بول حاضرة إقليم البحيرة في السنوات الأخيرة من النزاعات في الأراضي الزراعية الخصبة التي تحيط بالبحيرة، وغالبا ما يكون إنتاجها بشكل مختلف، مما جعل المزارعين بالمنطقة يتسارعون لملكية تلك الأراضي الزراعية. ولهذا السبب أقام مسؤولي بلدية مدينة بول والشيوخ التقليديين بالتعاون مع مشروع صوت السلام الأمريكي، أقاموا مؤتمر نقاش بالمركز الثقافي لمدينة بول بهدف فض النزاع وحس جميع المزارعين بالمنطقة أن الأراضي الزراعية ليست حكرا على أحد وإنها ستسع الجميع، مؤكدين في المؤتمر النقاشي هذا بأن البلدية والشيوخ التقليديين هم المسؤولين عن توزيع تلك الأراضي، لذا طمأنوا المزارعين بأن كل واحد سيجد نصيبه بدون أي خلاف، ودعوهم إلى الوحدة والتعايش السلمي من أجل المنطقة. واللافت للانتباه هنا أن مثل هذه المؤتمرات النقاشية التي تقام في مثل هكذا ظروف سيكون لها دورا إيجابيا في فض النزاعات بين الطرفين. قدم اليوم رئيس تحالف الشباب من أجل السلام والتنمية لدعم النهضة التشادية محمد المهدي عبد الرحمن، قدم بيانا صحفيا تناول من خلاله الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، داعيا الموظفين بالرجوع إلى العمل، مناشدا الطلاب أيضا باستئناف الدراسة ومواصلة الحوار مع الحكومة من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة التي عطلت سير عمل الإدارة العام. شهد اليوم الأمين العام لوزارة الثقافة الشباب والرياضة نيتشو أبو أعمال الورشة الخاصة بتقييم أنشطة مراكز القراءات والإحياء الثقافي للعام الماضي 2017، وكذا إعداد استراتيجية جديدة لتوعية الشباب من مخاطر الإصابة بمرض السيدا. المناسبة جرت بمركز التدريب بدندي. محمد حسن أدم. بهدف تقييم أنشطة مراكز القراءات والإحياء الثقافي وما قدمته من أعمال لصالح الشباب في العام 2017، وكذا إعداد خطط واستراتيجيات جديدة لمواصلة العمل في العام الحالي 2018، وذلك وفق اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الشباب والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. جاءت هذه الورشة الخاصة بتقييم الأنشطة في مجالي التوعية والوقاية من الإصابة بمرض فقدان المناعة المكتسبة السيدا والحد من انتشاره في الوسط الشبابي. مسؤولة برنامج مكافحة السيدا بمنظمة اليونيسيف مورغاي جيم أشارت في حديثها بأن معطيات الدراسة والدلالات تؤكد ارتفاع حالات الإصابة بالمرض لدى الشباب والقصر، وعليه يجب على جميع الجهات المعنية تضافر الجهود وبذل المزيد من العمل لمكافحة انتشار هذا الداء الفتاك. الأمين العام لوزارة الشباب والثقافة نيتشو أبو من جهته طلب من المشاركين تبادل المعلومات وتقديم الاقتراحات والأفكار الهادفة التي تسمح بإعداد استراتيجية جديدة لتكثيف الأنشطة الثقافية وتكثيف حملات التوعية، وننوه إلى أن فعاليات هذه الورشة ستستمر حتى 9 مارس الجاري. عقدت جمعية تطوير ثقافة قبيلة الموسي جمعية عمومية بهدف الاستعداد لتنظيم مهرجان كدومة الدولي الذي سيجمع عيان القبيلة من بعض الدول المجاورة، والذي سينعقد في شهر أبريل القادم بمدينة جنوغايا بإقليم مايوكبي الشرق. منى حسن سكايا. الشعوب لا تنسجم إلا مع واقعها وتراثها، وعليه إن وسيلة تثقيف وغرس القيم النبيلة للأجيال وإلمامهم بالثقافات أمر يتوجب الدقة في نقل المعلومات التاريخية الوطنية للشعوب بالانتماء الحضاري الإرقي ورفع المستوى الثقافي لدى الشباب. لذا قامت جمعية لتطوير وتعزيز ثقافة موسيتشات بإنعقاد الجمعية العمومية حول مدى معرفة الاستعدادات وكيفية تنظيم المهرجان كودوما الدولي الذي سيعقد في الفترة ما بين 12 إلى 15 في شهر إبريل المقبل، الذي تستضيفه مدينة جنوغايا بإقليم مايوكبي الشرقي في دورتها 11.
في كلمته بهذه المناسبة، عمدة مدينة جونوغايا طلب من المشاركين القيام بمهمة كاملة لإنجاح هذا المهرجان بصورة مطلوبة، وأضاف بأن هذا المهرجان الدولي سيشارك فيه كل القبائل خاصة قبيلة مربى لتبادل الثقافات وارتفاع إلى مستوى الوعي الثقافي بين الشعوب. أما رئيس جمعية لتطوير وتعزيز ثقافة موساي تشاد دكتور أناريدي كوني مقدما شكره للوفود المشاركة في الحفلة، وطلب منهم الوحدة والتكاتف من أجل تسيير الأمور بشكل جيد. في مداخلته الأخيرة رئيس جمعية لتطوير وتعزيز ثقافة موساي بكاميرون داسيدي أكد في حديثه بأن قبيلة موساي بدولة الكاميرون مدى جاهزيتهم وكامل استعداداتهم في المشاركة لإحياء المهرجان كودوما الثقافي. جرت أمس بقرية دليبي التابعة لمركز إداري لوميا مناسبة تنصيب شيخ قبيلة موسقم يوسف دومو. المناسبة ترأسها مسؤول مركز إداري لوميا، وكانت بحضور سلطان مادياغو محمد مؤمن وبجانب الشيوخ وسكان قرية دليبي والقرى المجاورة لها. بحر الدين عبد الشهر. تم تنصيب الشيخ يوسف دومو لقبيلة موسقوم بقرية دليبي التابعة لمركز إداري لوميا بمحافظة مندلية بإقليم شاربة قرمي، حيث قام بتتويج الأمامة السلطان مادياغو محمد مؤمن، وأن الشيخ يوسف دومو يمثل 12 قرية من سكان المنطقة. وعلى هذا الأساس قدم الحاضرون خطبا عديدة تناولوا خلالها السيرة الذاتية للشيخ يوسف دومو، مطالبين سكان القرى المجاورة مساندته حتى يكمل رسالته الإنسانية. سلطان كونتو مادياغو محمد مؤمن ثمن جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الإدارة الأهلية، مطالبا الشيخ يوسف دومو باحترام قانون العمل الإداري أثناء ساعات العمل. هذا مما أكده المسؤول الإداري محمد حامد اللبو في حديثه بأن القرارات الإدارية تشمل جميع القطاعات المدنية. نظمت جمعية سباق الخيول في تشاد سباق الجائزة الكبرى دورة 2018 الذي شارك فيه مختلف أنواع الخيول، كان ذلك بميدان الفروسية بحضور محبي السباق. عباس بكر. ما زالت ساحة إيبودروم تضم جماهيرا كبيرا لمشاهدة سباق الخيول الذي تنظمه المؤسسات الكبرى بالبلاد، وهذه النسخة تعد الرابعة للجائزة الكبرى دورة هذا العام. سباق لقي تشجيع الجماهير مما يرفع معنويات أصحاب الخيول أثناء السباق. ففي هذه المرة حيث قسم سباق الجائزة الكبرى إلى 6 مجموعات متسابقة على المضمار الذي ما زال تقليديا منذ زمن بعيد. المجموعة الأولى لسباق الجيادة تسابقت في مسافة 1700 متر، حيث أهرز فيه الأول خيار رقم 1 والثاني رقم 11 والثالث رقم 15. أما المجموعة الثانية كانت أيضا لمسافة 1700 متر، حيث فاز في هذا السباق الخيار رقم 3 هو الأول والثاني رقم 5 والثالث رقم 2. والمجموعة الخامسة التي كانت لمسافة 1800 متر التي خصصت للجياد القادمة من دول الجوار، ولكن هذه المجموعة لم يبين الأول من الثاني من قبل لجنة التحكيم نسبة لوصولهما في نفس الوقت. أما المجموعة السادسة والأخيرة التي تميزت جائزتها نوعا وحجما من سابقتها، حيث كان الأول رقم 3 والثاني رقم 5 والثالث رقم 6. انطلقت مساء أمس بحي واليا فعاليات نشاطات الفيدرالية التشادية لرياضة الكاراتيه للعام الحالي 2018. المناسبة رأس نائب رئيس الفيدرالية التشادية للكاراتيه عباس بكر مرة أخرى. بمناسبة الانطلاق الرسمية للموسم الرياضي للفيدرالية التشادية لألعاب الكاراتيه دورة عام 2018، حيث شهد ساحة فندق ترازاس عروض لمختلف فرق الكاراتيه لرابطة مدينة أنجمينة. كما تم إجراء عدة أنواع قتالية بين مختلف فئات الشباب، مما يؤكد بأن هؤلاء الشباب يتمتعون بخبرات حول هذه الرياضة. نائب رئيس الفيدرالية التشادية للكاراتيه ونائب رئيس رابطة مدينة أنجمينة
أكد بأن تنظيم هذه النسخة جاء في وقت تشهد فيه البلاد عدم السيولة المالية، إلا أن الفيدرالية التشادية لألعاب الكاراتيه قد بذلت ما بوسعها من أجل تنظيم وإحياء هذه المناسبة. وفي خبر أليم، فقدت الجمعية الوطنية إحدى نوابها وهي النائبة جوفيان ديبي التابعة للحزب الفيدرالي فار، والتي توفيت صباح أمس بمدينة إنجمينة بعد صراع طويل مع المرض. ولدت الفقيدة بمدينة مويسلا بإقليم مندول في 3 مارس 1966، وقد دخلت في المجال السياسي منذ شبابها. وسيوارى جثمان النائبة جوفيان ديبي الثراء يوم الجمعة القادم. قد وصلنا للتو بأنه قد ترأس مساء اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو فعاليات سباق الهجن والخيول التي نظمت على هامش نشاطات المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية بمدينة أمجرس في دورته الرابعة، وذلك وسط حضور كبير من محبي هذه الرياضة. آدم حسن المكاوي. الظاهرة الثقافية الرياضية الجاذبة للجماهير واللافتة للانتباه ضمن نشاطات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للثقافات الصحراوية سباق الهجن والخيول كانت هي دينمو جذب أبناء الصحراء، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى مضمار التوغمو تيرتشيري الذي يبعد عن مدينة أمجرس بعشرين كيلومترات برفقة وزير الثقافة والشباب والرياضة والسياحة جبر يونس وحاكم إقليم إنيدي الشرق حسن جربو وعدد من أعضاء الحكومة. مشاركة سباقات الخيول والهجن شارك فيها 200 رأس من الخيول والإبن في مسافة تقدر بعشرات الكيلومترات وخمس كيلومترات للخيول، وفاز بالمركز الأول لسباق الهجن الفارس أسوتبير صاحب جمل كانتو سيجيري، والمركز الثاني الفارس مينيتيمان من جمل كانتون إرديبي، وقدمت مظاريف مالية ودروع للفائزين. أما سباقات الخيول فقد حظي فيها حصان الفارس عبد الرحمن محمد زين بالمركز الأول وحصان شرف الدين عمر بالمركز الثاني. وتوجت هذه المناسبة بفقرات غنائية ورغصات شعبية لمختلف الدول المشاركة في المهرجان الدولي للثقافة الصحراوية في حضرة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو راعي المهرجان. هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.